اهلا بحضراتكم من جديد. مستمرين في اشمعنى واخواتها. واحده من اخواتها بقى ظهرت في استضافه الكابتن خالد الغندور على شاشه الزمالك لدكتور. سالت عنه في الوسط الرياضي كله الحقيقه ما حدش عرف الراجل ملوش سابقه اعمال في الوسط الرياضي. لكنه قال كلام كتير خطير. كلام فيه نوع من النبش في القبور. عشان كده قلت لكم كلام حساس وكلام يثير قضيه اخلاقيه بجد. هل بعد 14 سنة من وفاة لاعب محبوب زي محمد عبد الوهاب الله يرحمه اللي توفى في 31 أغسطس 2006 وفي نفس اليوم اللي لعيبة النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ ياخدهم لزيارة أسرة محمد عبد الوهاب وإهداء والدته بطولة أفريقيا والاطمئنان عليهم نسمع كلام زي ده هو استاذ ابراهيم في قناه الزمالك انت بتقول نبش للقبور ايوه انت بتقول في نفس اليوم هي نفس سياسه اهاله التراب على كل شيء محترم يعمله النادي الاهلي ده في تعمم انت رايح لي بقى لابو لاهل الله يرحمه محمد عبد الوهاب يوم يحاول نسمع الفيديو ونشوف جريمه النبش في القبور والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصديق العزيز الناقد الرياضي الاستاذ عصام سالم اللي تولى اداره منظومه نادي الزمالك الاعلاميه هل يجيز هذا الكلام؟ هل يقبل نبشا في القبور بعد 14 سنه بحق اسره ونجم؟ نشوف ما تابعتش في حاله محمد عبد الوهاب يا دكتور؟ ما عندكش معلومه دكتور ها؟ لا عندي ماتش منتخب مصر والسنغال اغمى عليه مره مره كان في الزمالك والاهلي الزمالك والاهلي وقيل انه محمود ضربه كوع وده ما حصلش وتعادل كذا مره في امبي برضه اغمى عليه مره كان ماتش الاهلي فعلا دول ثلاث مرات الثلاث مرات اللي وقعهم رحمه الله عليه هو عمره ما مسك صدره كان دايما بيمسك دماغه طيب هل تم فحصه مش معقوله لعيب يغمى عليه في ماتش اهلي يغمى عليه في ماتش اهلي وزمالك وبعد كده ما اروحش اعمل له تشيك اب كامل على جسمه قيل وقتها بقى انه يعني تلاحم المباريات والبطولات لم يسمح بهذا اول مره اتعمل ضغط او تركيز على هذا اللاعب رحمه الله عليه كان في حلقه في احد البرامج كان للاسف كنت انا يعني السبب في هذا الضغط يعني وقتها كان في مفاوضات ان انا اروح وبتاع وحاجات زي كده انا اعتذرت طبعا يعني الصدمه تعتقد ايه يا دكتور يعني اصل انا الطبيعي ومنطقي هذا اللاعب كان مريضا يعني اللاعب اللي يغمى عليه ثلاث مرات وهو عنده 23 سنه يبقى كان عنده مشكله ما لم يتم اكتشافها بس ورغم ان هو اغمى عليه في ماتش يعني قمه يعني كان لابد ان يخرج هذا اللاعب على مستشفى ويتفحص بالكامل قيل ان هو كان فيه مشكله في القلب ومش عارف ايه والكلام مع كل احترامي للكلام ده هو حرام مسكين رحمه الله كان بيمسك دماغه ففي شك ولو 1% ان يكون في تمدد شرياني وهي حاله نادره جدا تمدد شرياني في المخ مع المجهود بيضغط بطريقه او اخرى هذا التمدد في المخ فبيعمل اغماء على فكره يوميها كان سهران عشان كان بيغني اغنيه لسيد عبد الحفيظ في اعتزاله وسهر لغايه الصبح يعني هو ما مش من النوع اللي بيسهر مجهد وكان راح من هناك على التمرين على طول مجهد جدا اذا طالما هناك اغماءات سابقه هو ده كلام يبقى لابد ان يكون هناك عرض بس اتفضل يا باشمهندس سهران طالما ان في اغماءات سابقه ما تغنيش يعني هو عايز يقول كده عايز يقول ان السبب انه كان سهران يعني كلهم كانوا سهران والله انا ما شفت حاجه كده لكن انت يعني انا هتنازل عن حقي في التعليق لان انت كنت عايز تعلق شوف يا جماعه بس مبدئيا ده في نفس يوم زياره لعيبه النادي الاهلي لوالده محمد عبد الوهاب وكان احنا بنحارب الوفاء وكانه هذا الزميل بهذا الهدف بهذه الاستضافه لهذا الضيف غير المعلوم اللي بيقول انا عندي معلومات اعرف ان انت عندك معلومات يا سياده الدكتور عندك معلومات بتطعم في شرف وسمعه وكفاءه اطباء اشتغلوا بالمناسبه مش بس طبيب النادي الاهلي لانه محمد عبد الوهاب الله يرحمه توفى في اغسطس 2006 كان بعد كام شهر من المشاركه مع منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته في كاس الامم الافريقيه هو قال كده يعني متخيل انه حسن شحاته تواطأ مانويل جوزيه تواطأ واشركوا بدون فحوصات طبيه زي ما الافندي الدكتور ده بيقول
هل لو انت دكتور تغذيه تتكلم على الشيف شربيني والشيف مش عارف مين يحق لك ان انت تطعن في سمعه اطباء للمنتخب الوطني والمنتخب العسكري والنادي الاهلي ونادي انبي وكل الانديه اللي مثلها محمد عبابه الله يرحمه بدون سند لمجرد انا عندي معلومه؟ انت مش قاعد على مصطبه بتقول انا عندي معلومه، لما تكون سيادتك راجل علمي دكتور بتتكلم في حاله شخص توفى يا اما تملك الدليل العلمي المحترم يا تسكت. لكن تنبش القبور بكلام مرسل وكانك انت قاعد على قهوه، ده كلام في منتهى الخطوره. على فكره هو قال ايه؟ بس هو ده اجله، هو ده عمره. الله، على فكره لو هو عنده معلومه واخفاها يبقى هو مدلس مشارك. هم طبعا اللي شافوه كان ما وصلوش لعلمك ان يعرفوا ان في مشكله، انت عرفت وقفت تتفرج ليه؟ ده في منتهى الخطوره ان انت مش بس بتتهم الاجهزه الفنيه اللي اطمأنت على حاله اللاعب وكل اللاعبين، لكن لو هتتكلم بقى على انه وقع فبتعتبرها سند، كل اللعيبه وقعت وهي بتلعب. كل اللعيبه وقعت. ابو تريكه وقع في ماتش الاسماعيلي واغمى عليه ورجع لعب. لعيبه كتيره جدا لو هتعرضها دلوقتي كتيره قوي، ده ابو تريكه وغيره، هتلاقي حالات كتيره جدا في مصر وحول العالم للاعيبه اتصدمت ووقعت. هل ده يعتبر دليل علمي يا اخ يا دكتور؟ عايز اقول لك حاجه، في حاجه مهمه جدا، لعيب النادي الاهلي كل موسم يبتدوا بيكشفوا طبعا كشف عام والمنتخب. انت بقى بعلمك الغزير تمدد الشرياني بتاع كان لازم تروح تنبه زمايلك، زمايل المهنه دي من شرف المهنه طبعا ومن حرصك على قيم انسانيه، تنبه مش تستغلها في برنامج هذا مش عارف انا خايف بس محمود علاء وغيره ياما لعيبه ربنا يحفظهم جميعا بيقعوا وبيتعرضوا لاصابات. هل ده سند يا فندي؟ هل ده سند يا عم الدكتور؟ هل ده علمك؟ شيء بقول لكم نبش في القبور واساءه لحد. بس ده نهج مستمر انك انت تصدر مشكله للاهلي في توقيتات حرجه.